ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا من مدينة جديدة خرجنا نسولوا المواطنين على ديك الفاجعة ديال القنيطرة، داك القراب اللي باع يعني الخمر بيري من الناس، شي مات شي باقي في السبيطار، وتتعرفوا اشنو قالوا لنا وشنو الرأي ديالهم. اجوا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي بخير. الله يبارك فيك طول عمرك. شفتي ديك الفاجعة ديال القنيطرة، داك القراب اللي باع بيريمي الشراب الناس شي مات شي باقي في السبيطار، شنو كتقول في هذا الشيء؟ هما هذوك الناس كانوا في عرس بليجين كيشربوا، لأن ملي كيكون العرس كيكون واحد الحماس باغي بنادم يشرب، كاين اللي جاي باغي يدوز يشرب هذيك الليلة، تصحتح بهذاك الشراب راه شربوا بيريمي، راه واش طوبة واش مسموم واش سكيري. الله يفولي سكيري، راه كيشرب ملي كيبدا يشرب الكاس الأول والكاس الثاني والكاس الثالث، راه ما كيبقاش يعزل، كيجي حلو. أنا الأول أنا كنشرب، أنا ماشي كنقول لك لا، أبي خاصو يشرب، لا لا حكيت الوحدة تحت الليل، وخيبقى يوقد كبلي جافي اللي يشربوا. ديما يكونوا يراقبوا هذا الشيء اللي كيتباع في بحال هذا الشيء ديال المخدرات والماحيا، بدون رخص. بدون رخص، وصراحة الشباب اللي بلي الله يعفولي، واللي يعني خاصهم يتفاداوا هذا الشيء ديال المخدرات. من الأحسن أن بنادم هذا الشيء ديال المخدرات، شي ما خدامش. بالنسبه اللي بلي الله يعفو عليه، وخاصو يمشي للاماكن اللي مرخص لها، يعني راه بين الاماكن اللي يكون مرخص لها انه يمشي لهم ويتفادى هذا الشيء ديال اللي غير مرخص له. المشكله دابا الناس تموت، ما كاينش المراقبه اللي يراقب هذاك الشيء، والناس الا بغاو الخمر وبغاو هذا الشيء يمشيو لشي محلات اللي تكونوا مرخصين وتكونوا بالقانون ديالهم، ماشي القرابة على القراب اللي ولا تيجمع واحد الكمية من الخمر ومن اسمه السامة تقتل في عباد الله. هذا راه عيب وعار، عيب على هاد الناس باش يشوفوا هاد الشيء وما تيبغيوش يديروا المعاينة ديالهم، وخليوا السبيطارات عامرين بالبشر، وهاد المشاكل هذيك راه ما نحملوش نسمعوها في بلادنا. بلادنا بلاد السلم والسلام، وبلادنا بلاد نقية وزينة، وما خاصش يتفرجوش فينا الناس بأنه هاد الناس دابا عندهم الخمر. عندنا شي حويجات بيكون عندنا في بلادنا مزيانين باش يتفرجوا في هاد الناس تيتوفاو، وعندنا خمر سام، اينا اجنبي باقي بيدخل عندنا، واينا انسان اللي باقي بيدير الثقه في هادشي. هاد القرابه تيديروا هادشي راه عيب وعار عليهم. ما كايناش مراقبه، يعني هاد الميساج خصنا نوصلوا للشباب اللي يعني كيوصل لواحد النيفو ديال العمر ديالو، كيبدا يقلب على السعاده، يبدا يقلب كيفاش يكون كتعطاه واحد الفرصه في اول مره انه يكون في شي ملهى ولا بار ولا شي حاجه زوينه، كتعطاه عراده، كتعطاه فرصه كيعيش واحد الحياه اللي هي زوينه، كيولي ادمان. من بعد فاش الانسان كيكون ولا عنده ادمان من بعد، يعني واخا تكون عنده فلوس كثيره غطب الخدمه ديالو، ما غيبقاش مهتم بها، ما غيبقاش يصبح زعما خدام كيف ما العاده، ما يبقاش عنده مدخول بحال اش كان عنده الدخل. يعني من هنا الانسان كيتشبل، كيولي خاصو يوصل لك الدوزه ديالو. القرابه ما يبقاوش يديروا هادشي، وراه حشومه. والانسان الا بغى يترزق الله يترزق الله بشي طريقه زوينه، ونعيشوا نتعايشوا مع بعضياتنا، ونعيشوا ونخليو الناس حتى هما يعيشوا معنا، ماشي نعيشوا حنا ونقتلوهم هما. كانت واحد الفاجعه اللي كبيره كانت هنا في المغرب، و هادشي ما بغيناش يكون، لانه كيبيعوا حاجه فاسده للناس وداكشي. وكنطلبوا الشباب الله يعفو عليهم كاملين، وواحد الرساله لجميع المسؤولين وجميع الناس اللي كتسهر على هادشي وهادشي ديال المواد الغذائيه وكذا، بغيناهم يكون واحد مراقبه صارمه، لانه هادشي راه ارواح ديال الناس، راه ماشي لعب. او شحال دابا الناس، شحال من واحد تفقد، شحال من واحد هو دابا في حاله غيبوبه، باقي ما عرفوش حتى المصير ديالو كيدير. والقرابه الله يرضي عليكم، احاولوا لكتو حتى نتوما باغيين ترزقوا الله، ولا ديروا شي حاجه من هذا الشيء، وعلى الاقل ديروا حاجه مزيانه، على الاقل تيستات حتى الاول، تكون كاليتي مزيانه، تكون كاليتي مزيانه، كتنشط ماشي كتغسل، هي نعم سيدي، لانه انت خاصك تجربها في راسك وشو المفعول اللي غدير لك. عاد خرجوا بيعوا العباد الله، عطيه لخوك، عطيه لختك تشربوا، وديك الساعات ملي كيكون مزيان خرجوا للناس، راه كيما تبغي لنفسك تبغي لله، يجربوا بخوف اختو، عادي بيعوا العباد الله. تحياتي.